فمستويات الاسعار تمام. هتتغير. هل مقاطعة الأسماك علت الطلب على الدواجن؟ حضرتك المقاطعة في حد ذاتها ده شيء حضاري وشيء جيد، بس لازم تكون في موقعها. أنا النهارده 2022 2023 أنا فقدت جزء كبير جدا من المربين، ليه؟ عشان الوضع والخسائر اللي حصلت. لازم أحافظ على المربي. توازن الأسعار وتراجع الأسعار زي ما قلنا هيجي من الإنتاج والإتاحية. والإنتاج هيجي منين؟ من المنتج، سواء الصياد بتاع السمك. يعني بتاع السمك النهارده هو النهارده بيعمل إيه؟ بيخزن السمك، بيبيت السمك. دورة السمك يا مدام لميس 9 شهور، يعني في السمك ده من السنة اللي فاتت واكل علف غالي. الصياد إذا النهارده السمك ما جابش تكلفته من سولر وأعلاف وخيره هيخليه في المية، هيبيته مش هيطلعه يبيعه بخسارة. فلازم يكون بس في منطق 70 80% من السمك بلطي، وده أسعاره ما زادتش، كانت تتباع في الأسواق حتى قبل المقاطعة ب 70 80 جنيه، وهتتباع برضه بقى كده لما تنزل بنفس الأسعار. خلينا نحافظ، احنا بننتج 2 مليون طن سمك، احنا عايزين خلينا نحافظ نحافظ عليهم. على التجار الصغيرين والمربين وكل ده، بس عايز اه احافظ على المواطن كمان، عايز ده احافظ على اكيد، المواطن اللي عايز يلاقي حاجة ياكلها بسعر معقول. انا ما قلتلكش ده رخيص اكيد. على فكرة، نسينا رخيص. لا 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 لا، مفيش سعادتك، الاساس اللي النهارده توازن تراجع الاسعار هو الانتاج والاتاحيه. فالفلسفه بتاعت المقاطعه ده شيء جيد، لكن سؤال حضرتك انها اثرت على ان على استهلاك الدواجن، مفيش تأثير بدليل النهارده في ساعتك المفروض أسعار الدواجن طيب تزيد، ما زادتش، بتزيد نعم وقل وفقا للعرض والطلب. عندنا صناعة عايزين نحافظ عليها، عندنا إنتاج فيه اكتفاء ذاتي، الدواجن موجود فيهم اكتفاء والعلف ذاتي. أظن أسعاره معقولة دلوقتي لا ده مرخ، ده كمان فيه تراجع وده شيء إيجابي وده شيء إيجابي. نعم، مهم جدا النهارده ومع مستقبلة توفر الإنتاج. بقى الاعتمادات وإنك تعرف تفتح اعتمادات وتجيب لا سلولار الأمور مختلفة الأمور تماما، مختلفة والوضع صح تماما. شكرا ووضع ثابت ومتوازن. شكرا دكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ونتمنى انه يعني تستمر الانخفاضات بشكل متوالي.